بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من أحداث اليوم. أنا شادي شاش، وفي هذه الحلقة نقف عند أبرز الملفات والأحداث التي حدثت خلال هذا اليوم، ونبدأ بالنشاط الرئاسي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها. وخلال استقباله وفدا من الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي تقوم به الآلية في دعم الجهود التنموية للدول الإفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي رحب بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء. من جانبه، ثمن وفد الآلية الإفريقية الخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري. كما أشاد الوفد بالدور المصري الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صوره إلى أشقائها من الدول الإفريقية. أشاد الرئيس السيسي بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة. وخلال استقباله الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به الرئيس ساركوزي في دعم هذه العلاقات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس ساركوزي أشار إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ومبديا إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسي، والتي تعتبر امتدادا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ. أكد الرئيس السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها للقمة العالمية للمناخ COP27 والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم. جاء ذلك خلال استقباله جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية. من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس السيسي تجاه عمل المناخ الدولي والتحول الأخضر، وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي وكذلك الدولي، مؤكدا أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية خاصة الإفريقية فيما يتعلق بتعزيز عمل المناخ بها. أكد وزير الخارجية سامح شكري استمرار مصر في بذل كافة الجهود لرفع طموح عمل المناخ الدولي على كافة المستويات. وخلال مؤتمر صحفي مع المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، أشار شكري إلى تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ، والتي تم الاتفاق على تأسيسها خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي. كما أوضح شكري أن زيارة كيري تعكس العلاقة الممتدة والمستمرة بين مصر والولايات المتحدة، والتقارب الذي تشهده وجهات النظر بين البلدين في مجالات عدة، معربا عن تطلعه لتكثيف هذا التفاعل خلال الفترة المقبلة ليعكس عمق العلاقات بين البلدين. من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري عن قدرة مصر على استضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة وكثيرة بالفعل في هذا المجال، وتضع أهدافا طموحة للغاية.
وكان وزير الخارجية سامح شكري استقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري في مقر الوزارة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الجانبين بحثا الإعداد لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27 والمقرر عقدها في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. أصدرت مصر والولايات المتحدة بيانا مشتركا عقب مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري في القاهرة.
هاتفيا ينضم إلينا الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات البيئية. بعد التحية لك دكتور عبد المسيح، إذن في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري، أكد الرئيس أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاساتها للقمة العالمية للمناخ المقرر عقدها طبعا في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. ستأخذ مصر في الاعتبار كل المواقف والأولويات لكافة الأطراف يعني تجنب هذه الانبعاثات، التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، حشد التمويل اللازم للدول النامية لكي تواجه هذه المتغيرات المناخية. أهمية هذا التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال التغيرات المناخية دكتور عبد المسيح. فخامة الرئيس قابل النهاردة جون كيري وفي إطار التعاون الاستراتيجي من مصر والولايات المتحدة، وكان هناك اتفاق على ثلاث قضايا مهمة جدا متعلقة بتغير المناخ، وهو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وألا تزيد درجات الحرارة على الأرض لدرجة ونص، احنا وصلنا لدرجة واثنين من عشرة، ونأمل إن شاء الله في مؤتمر شرم الشيخ أن يكون هناك اتفاق على ألا تزيد درجات الحرارة عن درجة ونص. دي القضية الأولى اللي اتكلموا فيها النهاردة. القضية الثانية اتكلموا عن آليات التكيف مع تغيرات المناخ، دي قضية مطروحة، كيف يمكن للدول أن تحدث التكيف في مجال الزراعة وفي مجال المياه وفي مجال التنوع البيولوجي، وكيف يحدث هذا التكيف مع تغيرات المناخ. الحاجة الثالثة اللي اتكلموا فيها زي ما حضرتك تفضلت فكرة التمويل للدول النامية والدول الفقيرة، ويمكن كان منذ مؤتمر باريس كان هناك اتفاق على أن الدول المتقدمة تمد الدول النامية بمبلغ 100 مليار دولار، الحقيقة لم يدفع منه إلا قدر بسيط جدا، وما زال الأمل أنه يبقى في صندوق يتجمع فيه هذه الأموال حتى تستطيع الدول النامية أن توفي بتعهدات أيضا لتغير المناخ، لأن حضرتك تعلم أن الدول المتقدمة تستطيع عندها من الآليات أنها ممكن تعمل ده بتغيير التكنولوجيا بتاعتها، أما الدول النامية فبتحتاج استثمارات كبيرة في هذا المجال حتى تستطيع أن صحيح تحتاج بنية تحتية الجديد لكي يعني تتعامل مع هذه التغيرات المناخية. تمام، هو ده اللي يعني محتاجة مصانع جديدة، محتاجة تكنولوجيا جديدة، كمان محتاجة طاقة جديدة ودي مكلفة، سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح أو غيرها من الطاقات. فهو ده الأمل أن يبقى في هذا الصندوق اللي اتكلموا فيه النهاردة، أن يبقى في حشد للدول أن هي تمول الدول الفقيرة حتى تستطيع، لأن كلنا في مركب واحد. صحيح. التغيرات المناخ عندما ستحدث في دولة سوف تحدث في الدول الأخرى، بل بالعكس يمكن دول فقيرة قد تتأثر وبشكل كبير، وخاصة أفريقيا، ودايما مصر بتتكلم بلسان أفريقيا. صحيح. زي ما حضرتك عارف، لأن يعني مصر هي دولة رائدة، دولة ذات ثقل كبير جدا في المنطقة، فهو ده الأمل أن يبقى في تمويل مثل هذه المشروعات الخضراء في الدول النامية. وبمناسبة المشروعات الخضراء والتحول الأخضر، الحقيقة أن المبعوث الأمريكي أشاد بما وصفه بجدية حقيقية من الرئيس السيسي تجاه عمل المناخ الدولي والتحول الأخضر الذي تتبناه مصر الآن على المستوى الداخلي. تمام، هو كمان يؤكد اهتمام فخامة الرئيس بشكل غير مسبوق أنه بيحضر أكثر من قمة في وقت، يمكن خلال أسبوع حضر قمة بروكسل المائدة المستديرة حول تغير المناخ، وحضر قمة بريست في قمة محيط واحد خلال أيام قليلة يعني. فده بيؤكد أن مصر يعني مهتمة جدا بالقضية، وبخاصة فكرة السندات الخضراء والتحول الأخضر. مصر يمكن من الدول القليلة اللي طرحت استثمارات خضراء خلال العام الماضي ب 750 مليون دولار، وده بيأكد أن أهمية المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات والتلوث بثاني أكسيد الكربون. عندما اجتمع جون كيري مع وزير الخارجية سامح شكري، أشار الوزير إلى تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ، والتي تم الاتفاق على تأسيسها خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين في العام الماضي. أهمية مجموعة العمل المصرية الأمريكية فيما يتعلق بالتحضير لقمة المناخ القادمة كوب 27 في شرم الشيخ. الحقيقة المجموعات العمل هو هيطرح أكتر من مجموعة عمل بالتعاون مع الولايات المتحدة، ودي هكون يعني هدفها الأكبر وضع آليات للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.
يعني ايه اللي تعمله الدول عشان تعمل ده، وايه هي اليات الزام الدول؟ يعني دي نقطه مهمه جدا، الى اي مدى انا ممكن امضي بروتوكول او امضي معاهده لكن ما تتنفذش، او على المستوى العام اديني مضيت على اتفاقيه ووقتها يعني ايه هي الاليات اللي هتخلي. وهنا كانت مجموعات العمل اللي اقترحت عشان تبتدي تنفذ مثل هذه الامور، التخفيف من الاثار السلبيه وفي نفس الوقت اليات الالزام الدول بما ما تقوم بالتوقيع عليه هي ما تقوم بتنفيذه بالفعل. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معنا الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات البيئية. تسعى مصر للخروج بنسخة مميزة وتوصيات قابلة للتنفيذ من مؤتمر تغير المناخ والذي تستضيفه شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وذلك مع تزايد المخاطر المترتبة على التغيرات المناخية. نتوقف الآن مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أكدت الرئاسة الفرنسية أن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيرا جدا، وذلك بعد ساعات من اقتراح الرئيس ماكرون عقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيسين الأمريكي والروسي قبل مبدأ عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن هذه القمة سيتم لاحقا توسيعها لتشمل جميع الأطراف المعنية وستبحث في مسائل الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا. ونوهت الرئاسة الفرنسية إلى أن القمة المفترضة بين بايدن وبوتين لا يمكن عقدها إلا في حال لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا. قال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إن فرنسا ترى أملا دبلوماسيا في حل أزمة أوكرانيا بعد موافقة الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين على مبدأ عقد قمة بينهما. وأكد بون أنه رغم التوتر من الانتشار العسكري الروسي إلا أنه يوجد في الوقت ذاته أمل دبلوماسي.
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية. وأوضح كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت مقترحات مهمة حول النشاط العسكري الأمريكي في أوروبا بهدف حل الخلافات ومواجهة مخاوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا لوجود ملفات ستبقى خارج طاولة التفاوض مثل موضوع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك كريم، واطلعنا على آخر التفاصيل فيما يتعلق بمواقف الإدارة الأمريكية الأخيرة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية. نعم شاتي، حتى الآن ليس هناك أي رد فعل بالنسبة لواشنطن على اللقاء الذي عقده بوتين مع فريق الأمن القومي، ولكن آخر التصريحات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية الحالية هي عن المستشار الأمن القومي السيد جاك سوليفان، الذي تحدث صباح اليوم في أحد اللقاءات التلفزيونية وذكر بأن هجوما روسيا وشيكا على أوكرانيا قد يكون خلال ساعات أو خلال أيام، وشكك في يعني إمكانية حدوث اللقاء بين بوتين وبين الرئيس الأمريكي بايدن ونظيره الروسي بوتين بسبب قرب الهجوم الروسي. تحدث أيضا جاك سوليفان على أن قد يكون هناك هجوما يعني واستهدافا روسيا لعدد من الشخصيات الأوكرانية، وذكر بأن ما زالت واشنطن منفتحة دبلوماسيا على التحاور مع موسكو من أجل حل تلك الأزمة من خلال النقاط الخلافية حول انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وأيضا من جهة روسيا إمكانية اعترافها بإقليم دونباس كدولة مستقلة عن أوكرانيا. وبالتالي ما زالت الإدارة الأمريكية حتى الآن شادي تدعم استقلال وسيادة أوكرانيا وتحاول التعامل دبلوماسيا مع تلك الأزمة. أشكرك كريم يسري مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من أحداث اليوم على شاشة إكسترا نيوز. غدا وقبل حوالي ساعة من الآن أحداث يوم جديد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.